انا هتجنن خلاص بقى. انا المعلمه كيداهو يتعمل فيا مغرز زي ده؟ شويه عياط صيه يلهفوا مني البضاعه ويرموني بين الحياه والموت في الصحراوي، ورحمه امي لخليهم عبره للي يسوى واللي ما يسواش، هخليهم يندموا على اليوم اللي اتخلقوا فيه. كيداهم، مش لما نعرف الاول العيال دول مين اصلا؟ هنعرفهم يا معلم حنفي. انا هيبقى وقت اصل لغايه ما اجيب قرار الموضوع ده اول. وبعدين مؤاخذه، انا معلمين البضاعه اللي اتسرقت دي مش مصيرها تظهر وتتباع كده في السوق، ساعتها سهل قوي نعرف مين اللي عمل فينا المغرز دوت. عندك حق يا واد حليم، بس في طريقه اقصر من ده. طريقه اقصر ايه؟ المحور ولا الدائري؟ ما تقول الاوضه استراد بالمره عشان تكمل في الشتك العايمه دي. اه ده اللي انت شاطر فيه، انك تتريق عليا بقى. راجل مش همك ان مراتك كانت مرميه الرميه السودا دي، وكنت هروح في شربه ميه بين الحياه والموت. كلامي اللي بتقوليه ده انا ما كانش يهمني، ده انا جمبرج من دماغي هيطير وما رضيتش اكل. صحيح يا معلمه، الولا شحت قال ان المعلم كان مخضوض عليكي. معلش يا معلم. لا انا زعلان. لا معلش معلش. خلاص يا حبيبي ما تزعلش، مش كل حاجه تاخدها على صدرك كده. الله بهزر معاك يا معلمه. ها كده. المهم عايزين نعرف ازاي نوصل للعيال دي. اسمع حليم. وانا كمان اسمع. طبعا انت قبل منهم. انا مش هممني البضاعه اللي اتسرقت قد ما هممني مين اللي ضربني المهموس ده، وايه اللي عرفهم ان انا بدفس البضاعه جوه دي. قصدك ايه يا كيداهو؟ قصدي ان في خاين في وسطينا، وانا لازم اعرف مين الخاين ده. صحيح يا معلمين، ازاي العيال اللي طلعوا علينا دول كان عندهم علم بكل اسرار شغلنا؟ لا يا كيداهو، الله ما كل التجار عارفين ان احنا بندفس المخدرات جوه الدقيق. ايوه بس مش عارفين الخطة، وان الوقت ده هكون في طريق الوحات. والله عندك حق يا كيداهو. طب وبعدين؟ احنا هنعمل خطة والخاين هيقع، بس الموضوع ده ما يطلعش عننا احنا التلاتة. ولا شحتها معلم ما نقولوش، ولا امي لو طلعت بالتربة يتقال لها على رأي المثل، حرس ولا تخاوي. بس الولا شحتها من زمان معانا يا معلمة، وسره كله معانا. وماله يا حبيبي؟ ولو حد اشترى بالقرش هيقولك عن اذنك؟ انت شك انا يا معلمة ان يكون حد لعب في دماغه. عدوي ناشف. ناشف ايه وطارق ايه يا معلمة؟ الله، ما المعلم عدوي معانا طول عمره، مش معنى النهاردة بس عايزينا. انا لسه ما تأكدتش، بس من يوم ما حطني في دماغه وزعق وشغل البيت اللي اسمها صافية دي عنده، وانا مش مستريحة حاله. بس ورحمة أمي اللي بقرأ عليها الفاتحة، لو كان هو ورا الموضوع لأقرأ عليه هو كمان الفاتحة.